اهلا بكم متابعينا الفلسفه، رجعنا لكم في لقاء جديد. شهاده البكالوريا المغربيه كل سنه كترجع تثير الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا العام ايضا ثارت الجدل بعد الحمله يطلقوها نشطاء فيسبوكيين بشعار شهاده البكالوريا طول العمر، او لا شهاده البكالوريا مدى العمر. فمعنا اليوم السي بوشعيب مسعيد الحديث، هو خبير تربوي، باش نتحدثوا على هذا الموضوع ويقربنا من صحه الامر اكثر. اهلا بك سي بوشعيب. اهلا بكم وشكرا على الاستضافه. سي بوشعيب، انت كتتفق مع هذا الشعار المرفوع؟ اكيد اكيد، ان قيمه البكالوريا هي قيمه كبيره ولا يمكن أن نحصرها في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، لأن الغاية من البكالوريا هو توسيع المدارك والمكتسبات لجميع المواطنين المغاربة. وبالنسبة لك، ما مدى صحة هذه الشعارات اللي مرفوعة وهذا الجدل اللي كيتطرح كل سنة؟ نعم، دائما الحديث على مجموعة ديال الأمور اللي تهم المواطنين كيكون أكيد أن الخلفية ديالها غير معروفة، وبالتالي اليوم عندما نتكلم على البكالوريا كشهادة نتكلم على استحقاق وطني مهم رصدت له أموال كثيرة من طرف الوزارة، والهدف منه بطبيعة الحال هو تقييم العمل ديال التلميذ خلال 12 سنة، وبالتالي هذا عمل اللي هو كبير جدا، سهرت على الوزاره، سهروا على ناس اللي السلطات العموميه لانجاح هذا الاستحقاق، وبالتالي الكلام على القيمه ديالو هي قيمه كبيره جدا، قيمه اللي هي متميزه داخل المجتمع المغربي. الملاحظ كذلك هو ان البكالوريا باعتبارها شهاده لا تهم فقط التلميذ وإنما تهم الأسر الصغيرة والكبيرة داخل المجتمع، بالتالي لا يمكن أن نتكلم على حصر شهادة البكالوريا في سنة أو سنتين، وهذا الكلام غير صحيح بطبيعة الحال. ودليل على ذلك أنك أنت لازلت تتسمر في الدراسة ديالك وكتكمل الدراسة ديالك بالباك ديالك اللي حصلت عليه في 1998، فعاود لنا شوية على التجربة ديالك باش نفندوا هذا الرأي اللي يتم ترويج ليه بأن شهادة البكالوريا تقتصر على عامين وما كتعداش ذلك. كيف ما قلتي، أن تجربتي الشخصية وأنا من بعد الالتحاق ديالي بالعمل 18 سنة أو 19 سنة اليوم ارتأيت أنني نجدد المعارف ديالي ولا المكتسبات بالبكالوريا، بشهادة البكالوريا التي منحت لي من طرف الوزارة اللي كترجع التاريخ ديالها 1998، وبالتالي الولوج إلى الجامعة كان بطريقة سهلة سلسة جدا، والتحاقي بها كان الغاية منه هو أن توسيع المدارك كما قلت قبيلة، ومعلومات جديدة، أفكار جديدة لتعود على العمل الذي أعمل به بشكل كبير. ولا يمكن كما قلت لك أنه نتكلموا على حصر شهادة البكالوريا في سنة أو سنتين، هذا غير وارد. عن البكالوريا او العمر ديال البكالوريا، غندويو على البكالوريا بالضبط كشهاده. فكنلاحظوا في الاونه الاخيره ان هذه الشهاده هذه ما بقاتش عندها هذيك القيمه اللي كانت عندها قبل، فواش انت كتتفق مع هذه الاراء اللي كتقول ان شهاده البكالوريا ما بقاتش عندها قيمه؟ ابدا، شهاده البكالوريا لا زالت بقيمتها، لا زالت تعطي تلاميذ نجباء، والدليل على ذلك يمكن المغاربة كلهم اليوم كيعرفوا بأن أكبر مؤسسة في فرنسا اللي هي بوليتكنيك حصدت أعلى عدد من التلاميذ كانوا مغاربة، يعني الملتحقين بهذه المؤسسة كانوا تلاميذ مغاربة، والولوج إلى هذه المؤسسة هذه هي تطلب مجهودات اللي هي كبيرة وجبارة، وهذا دليل أن التعليم الذي يتلقونه أبناؤنا في بلادنا هو تعليم متميز، تعليم له ما له من مكانة خاصة. مقارنة بدول اللي قريبة لنا واللي كتعيش نفس الظرفية. أكيد، مثلا تكلمنا دون ذكر الأسماء، لا تكلم على دول الجوار الذين التحقوا بهذه المؤسسة كانوا فقط محصورين في 6 أو 7 طلبة، في حين أن المغاربة كانوا بعدد كبير ربما يقارب 50 تلميذ. وشنو اللي كيخلي الناس تروج على أن شهادة البكالوريا فقدت القيمة ديالها؟
أكيد هذا سؤال مهم جدا. اليوم نتكلم على شهادة البكالوريا. الحديث كان لابد أن يكون ما بعد شهادة البكالوريا، هذا هو الإشكال المطروح. اليوم الطالب أو التلميذ عندما يأخذ شهادة ولا يحصل على شهادة البكالوريا يجد أمامه مستقبل غامض، لأننا نعلم جيدا أن مجموعة كبيرة من الجامعات يعني ما بعد البكالوريا كتطلب واحد المعدل اللي هو عالي، بالتالي الولوج إلى هذه الجامعات هو يحتاج إلى معدل ليمكن الطلبة من الالتحاق بها، وبالتالي تجد أن الطلبة في حيرة من أمرهم. هذا أنا المشكل بالنسبة لي هو مشكل توجيه، يعني الطالب التلميذ الذي يحصل على شهادة البكالوريا يجب أن يتلقى توجيها جيدا حتى لا يصطدم بواقع ما بعد البكالوريا، هذا هو الإشكال. وآخر حاجة نقدروا أننا نختموا بها اللقاء ديالنا هو تقييمك بشكل شامل للوضعية التربوية والتعليمية بالمغرب. تقييمي ونابع من النتائج، يعني النتائج المحصلة عليها يعني كانت نتائج رائعة جدا، وانعكاسها على المجتمع المغربي هو واضح. اليوم الكل يسعى إلى امتلاك هذه الشهادة، حتى نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي أو لا حتى في الوسائل السمعية البصرية بأنه ناس كبار السن حتى هما ولجوا إلى العالم ديال تماما البكالوريا الحرة، لا لشيء، لأجل أنهم يدرسوا ويوعوا وتكون عندهم واحد الثقافة اللي هي متميزة مرتبطة دائما بالتعليم. وصلوا على القناعة أن شهادة البكالوريا راه عندها واحد القيمة مهمة. أكيد هي بوابة، كيف ما قلت هي بوابة للتعليم الجامعي، بوابة للسوق الشغل. يعني يكفي أن الطالب بالتحاقه بالجامعات يجب أن يختار الجامعة التي تناسب مكتسباته، تناسب إمكانياته لأجل الوصول إلى الغاية المبتغى إن شاء الله. شكرا بزاف. وكان هذا هو لقاءنا مشاهدينا، وهذا هو الموضوع ديالنا اليوم. على الأمل أننا نتلقاكم موضوع جديد ومع ضيف جديد قريبا جدا. السلام عليكم.